اذا ما تجلل الحبيب باي عين اراه بعينه اراه لا بعيني اراه اذا ما تجلل الحبيب باي عين اراه جب محبوب سامنے جلوہ گر ہو کس آنکھ سے اس کو دیکھوں نبی پاک حسن نے جلوے دی تو رجلا ظاهر البداعة ابن جلوج حسن الخلق لم تعن حسنة ولم تزريه صالة وسيم قسيم في عينيه داج وفي أشواره وطف وفي صوته سهل وفي قلوق ست وفي قهرة قصاصة أسد أكرم وإن سوال فعليه وقال وإن تكلم السماه وعلاه البهاء أجمل الناس وبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلم المنطق فصل حلم المنطق فصل لا نظر ولا حذر كان منطقه خرزات نظم ينحدر غبادا لا تشعر من طول ولا تقتهم عين من كسر